محافظ صلاح الدين يلتقي رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ويعلن توزيع أكبر عدد من قطع الأراضي السكنية على مستحقيها منذ 2019. سد مكحول من الماضي بقرار من وزارة الموارد. ورئيس هيئة الاستثمار في صلاح الدين يطلع على مراحل إنجاز مشروع جنة التكريت السكني. انتخابات مجالس المحافظات تسخن أجواء النازحين وضحايا الإرهاب والتعويضات بالمناطق المحررة. والعراق ملتزم بالعودة الطوعية لمواطنيه من مخيم الهول السوري والتهريب من الماضي في ديالى. والموصل تستذكر موسيقارها الملا عثمان.